ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا من عدن مراسلنا إذن خليل القاهري. أهلا بك. إذن اجتماعات جديدة أهمها اجتماع هادي مع وزير الدفاع إذن الصبيحي، ما الذي أو أهم ما جاء في هذا الاجتماع؟ نعم، هو بالضبط لم يعلن عن ما دار في الاجتماع، ولكن هناك مصادر تحدثت عن أن هناك نوع من الترتيبات للمرحلة القادمة بعد أن أمر الرئيس عبد الرب منصور هادي بتشكيل غرفة عمليات لقيادة الجيش والقوات المسلحة في عدن، وهذا ربما يشير إلى أن الصبيحي قد يتولى قيادة غرفة العمليات هذه المشار إليها، وبالتالي الانطلاق إلى واقع أمني جديد، خاصة مع وجود كثير من الاختلالات الأمنية في عدن، وأيضا وجود تحديات أمنية تتمثل بكثير من التهديدات على الصعيد الأمني سواء في محافظة الجنوب أو في الواقع في المحافظة الشمالية. وبالتالي يمكن القول بأن ترتيبات على الصعيد الأمني هي التي سيطرت على لقاء الرئيس عبد الرب منصور هادي وزير الدفاع المستقيل محمود الصبيحي. نعم، إذن لم يتم الاتفاق أو على الأقل الإعلان عن خطوات ملموسة بهذا الشأن، يعني إلى ما يؤسس يعني عمليا هذا اللقاء اليوم؟ نعم، ربما خلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن يعني بنود تتعلق بهذا الأمر أو بهذه الاستراتيجية، وذلك انتظارا ربما لانعقاد اجتماع حكومي هنا في عدن لأعضاء الحكومة، أو الذي كان مقررا يوم أمس وتم إرجاؤه إلى الأسبوع القادم، وبالتالي ربما يتم الإعلان عن هذه المعطيات في الاجتماع الحكومي المرتقب في عدن خلال الأيام القادمة. نعم، طيب هل من تصريحات ربما جديدة من قبل الرئيس يعني هادي حول الحوثيين ورفضهم لنقل الحوار إلى الرياض، وكذلك ربما التصريحات التي جاءت من الرئيس السابق؟ نعم، بخصوص تصريحات الرئيس السابق يعني كانت تشير إلى يعني اتهام الرئيس عبد الرب منصور هادي بتكريس مشهدي الشمال والجنوب، ولكن الرئيس هادي بعد ذلك بيوم واحد نفى هذه التصريحات وقال إنه حريص على وحدة البلاد. وبالنسبة لموضوع نقل الحوار إلى الرياض، ربما أن الرئيس هادي الآن سلم الدعوة رسميا للسعودية ودول الخليج لاستضافة أو استكمال الحوار الوطني، وبالتالي الآن الكرة في ملعب الطرف الأخرى وفي يعني وفي تحت أمر أو تحت إشراف دول الخليج التي ستجري عملية التفاوض مع بقية الأطراف. أما الرئيس هادي فاكتفى ربما بالدعوة الصريحة وتوجيه رسالة للعاهل السعودي بهذا الخصوص. خليل القاهري كنت معنا من عدن، شكرا لك.